اليوم كنا في العلمة وين يبيعوا الجملة في شارع دبي. صحاب الحوانة ثم تعطس قدامه يقول لك يرحمك الله خويا نبيعوا جملة عندك. المهم نتلاقوا مور جينيريك. برين ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بينكي، نحاول السيطرة على العالم. بينكي وبرين، بينكي وبرين، برين عبقري وبينكي هو الغبي، في مختبر يعيش فماذا يصنع؟ برين 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 برين، الليل يخرجان دوماً ويسعيان للسيطرة على العالم. تراس كلين، الريحة تتبدل في الحين. في الحلقة الفائتة شفتوا باللي طاحنا التليفون قدام هذوك الزوج اللي لقيناهم تاع العصر الحجري. يا عبدهم على باليش كيف حتى دار الكوراج وراح جاب لنا تليفون ورحنا ديريكت نعبزوك شويه باش نخرجوا من هذه البلاصة. المحطة القادمة دبي العلبة. طحنا في العلمة. شورنا في العلمة. صبر حصل تاع قطر. هذا التليفون ما يعرفش يلعب قاع، طيحنا على 7 أصبح. شميسة كانت مازال ما غسلت وجهها. أيوة. المهم وكنا ندوروا في شوارع دبي وبينما نحن نتمشى تليفون يصوني. اش بهدا صهيب؟ اش بهدا بعث لنا فوكال. اسمعوا انتوما الزوج، بوكا راكم في العلمة وراهو قريب ليكم المارشي تاع الجملة، راح نبعثكم لداخل ولازم تحوسوا على هذو النواظر وتشروهم اللي دبروا راسكم، وإذا ما وليتوش النواظر في يديكم غير ما كان لهجوا. شمن النواظر هذوما يا صهيب هذا وش بيه؟ واحد هذا وما لقاوش قاوين طاح زيد يقول لك النواظر. المهم وجينا داخلين ندورو في شوارع دبي، هنا في الدخلة لقينا واحد السيد باين مول الحانوت. قلت له خويا معليش سقسيك دقيقة كلمة. قال لي تفضل خويا سقسيني جملة. هنا كلمة دي طاي كرهو أكثر من إسرائيل. عبدو قال لي يبيعوا وسادة. وسادة عبدو ما فهمتش عليك مخلوع. صح أقول لي وسادة وش يقولوا له بفرنسي؟ على باليش وشنو مخدة؟ لا يا حمار عليك مكتوبة سولد. قال لي بس في مخدة بفرنسي سولد، سما مطرح بفرنسي بروموسيون. خوتي سقساني قال هذو تشحات معمرين ولا فارغين؟ سافلو كتل بحر هذه شو يطلعوا فوقها. المهم وكملنا نمشوا. لا خويا فهم روحك، يا تركية يا صينية، تركية صينية، دير الوا بيناتهم. ولا هذا نقولكم كيف عنده سلعة طلاشين ودارت لي سكال في الترك كروندار ايطالي روحوا للعراس بلا عرضة. هذا يحكموا عندك لابوليس وشي كتبوا لك في البيفي. مشي سلاح ابيض سلاح اكلي. صافي بيعوا الياجور بالجملة ثانية. خوتي هنا دخلنا لوحده المحل سلسلة عمارة تشوي. دخلنا لهذا الحانوت يبيع المجوهرات و سكرف اش من مرازي اللحية. قلت له هذا عبدو ذهب جملة رخيص يدير أمن زوج ربعة واقع 35,000 بارا رخيص. هذا الشالغوز وهذو لي كولر اورانج وفير بيستاش ما فهمتش كيف يلبسوهم. تلبسهم وجهها يولي يبان قري. يقول لك ياك انا واش درت انا. صافي شكون هذيك مونيا بن جمعون تقول هي. هنا يا عبدو شاف هذو المفاتح شغل بورتكلي تاع طونوبيلات. قلت له عبدو هم يبيعوا في طونوبيلاتهم قاريين برا. قلت له يبيعوهم جملة هنا ويقول طونوبيلات ما كانش صورة. ونحن في مغامرتنا وفي طريقنا الى باش نحوسوا على النواظر. صعب هملي هادو ملي كان يحوس عليهم جارنا نديهم عاد نبيعهم له 300 ويقطعهم بزاف صوالح. هنا كنا نمشوا سقسيت واحد قلت له خويا شحراي الساعة. صاف سراقين. قال لي جملة ولا دي طاي؟ قلت له دي طاي. قال لي ما نقولش. قلت له انا عندك جملة. قال لي 9.4. احنا جينا داخلين لواحد الحانوت يبيع لي ساكودو. عبدو قال لي نشري ساشي تاع 2000 لي ساكودو مغاليين. ساكودو هذا تاع اللي تقرا معاك في السيام كي تقرا وحشيه تجيب معاها المايز والكوفرات في الكرطاب ومن بعد الروايح يتخلطوا تولي ريحه اللوبيا ماشطو في الكلاسه واذا فقلها البروف تاكلهم قبل ما يوصل ليها. مولات هذا الساكودو ضق شويه تجوز عليك كابالي يشروها باش يروحوا بها للحمام كي يتزوجوا. هذه ساكوشي يدير هذاك المريول طايح زعما يغني الراي هو جامي غنى يدير لي لايف يطلعوا له 3 ليفي زوج ولاد حومته والثالثه يما تتفرجوا تدالي مسمي روحو الشاب الصغير يقولون في الفيديو خوتي اجي غنية قنبلة على بالي بلي توحشتوني دير روح شكون توحشك. المهم ونكمل المغامرة تاعنا في شارع دبي. خوتي هنا في الالماس صح تلقى كلش جملة سما لي حبيب دا يخدم كش بروجي بدا منا يجي يشري. عبدو قال لي هنا صاهب يصومو جملة هما مشي قاع كاين وكاين. بس عبدو قال لواحد صحف طورك سيد قال له انت زاد انت زاد انت زاد انت زاد. سليبوت بو هذا من وسائل التعذيب نورمال مو يمنعوه دوليا تولي باش تبيع ولازم لك اوتوريزا ما تمسخرش خوتي تمساح هذا صايف شو كسكاس هذي يقول لك حطي الشمس بالكسكاس
وكنا نتمشى. سال سبايدر مان كيه كله مسمن. قدرة هذه تحشم الطيب فيها. هذه إذا شريتها وطيبت فيها قرنون ولا تبيخة تحكم هذه بريسي وتسوي سيدي. حي مصباح ننظر ونسينا نواضر اللي دخلنا عليه جالهم. ديري خي مارك انت انا في رمضان ديري. سبع رخيص. شو سبايدر مان هذا داير لاطاي؟ سبايدر مان كيشرب الحلبة. هنايا كنا نمشو في امان الله حتى شاف محارق. محارق واش خويا؟ حنشعل وحده ورا. تيرا محارق على السيد. بقولوا لي هذا بنادم. بلي غالي يمشوا بها في سيدي يايا. هذيك اللي يشروها 1,300,000 دير 120,000 هنا برك. اليد في اليد لينكسي اشبه لي زانستغراموز سولد. حلو حل. اتخاف اتخاف خويل. احنا لقينا هذاك اللي يبيع هذوك الحيوانات ديرهم في الماء يكبروا. عمو حبيت نكبر كيما هذا. عمو درني داخل الماء. شو شريت الفطير؟ غيري ابدا. هاك صاحب خليها عندك الساشي. الناس يجوا للعلمه باش يشروا سلعه يعاودوا للبيع ويديروا دراهم. عبدو جاي حتى لهنا باش يشري فطير. المهم شرينا رطلان جات وجينا رايحين. استغفر الله يا ربي صايب السحور. وهنا رحنا نمشو من جهة سبور. مش جهة سبور جهة ليبيا عدو زنت على سبور. اين هو عبدو انا لا اراه. صعب اني حس روحي زيت سمنت. قال لي بسي في هذه السولي تاع رونالدو تاع الصح. قال لي صورني معاها. قال لي صايب ما تقول حتى واحد وبالك يسمعونا بالفيديو. قال لي رونالدو مرت خاله من العلمة وبالك شو واحد يسمع ولا غير يسعف مني. صروه الشلقة تاع البوكس. كوبضة الجيري يشروها منا من العلمة. على بي عدنا نيفو تاع بالو هارب في الجزائر. الكأس النحاسي. خوتي ما على باليش على غاضني هذا الماكا صغير. شو مسكين. المهم وهنا بدأت المغامرة تاع البحث على النواظر اللي بعثنا اللي جالهم مش بهدة. حوسنا ما كاش. هذوك النواظر اللي خدمهم وما عندوش دقة. ورمضان وريلح قد 12 وانا حنصرع. سحر تبسوف لي فيها الزيت والاخضر الداخل. اني حاسر جل عبدو يحصلت لي في رقبتي. صايب وحانوت تاع نواظر ندخلو عندو باكش من قول نواظر ذوك اللي قالنا عليهم شبهدة. ودخلنا للحانوت. هذو نواظر تاع ذاك اللي عندو بيكانطو وجاي كرشو خارجه ودايما يكون تريكوت بو خارج لهم اللور. المهم وبدينا نحوسو على هذوك النواظر. وقينا ما كاش كيما الحوانت الاخرين. وانا نزيد نص دقيقه ما نلقاهمش نجي رايح. نواظر اللي ديرهم طبيبه تاع العينين. نواظر هذو ديرهم هذيك اللي تجيك للطابله في المارشي تقول لك شحال هذه خويا. تقول لها 15,000 اختي وتبدا تزغرت وتعيط وحدها. ما تحشموش تهضروا مع بنات الناس. دي فوايو دي كوشون ماشي مربيين. انا راني مرت راجل نجيب لك راجلي يوري لك الزنبه وين تتباع. مول هذو نواظر يسمع شاب العجال ويلبس سيرفيت موبيما مع صباط كلاسيك ويضرب بزاف في لاجونس تاع الكيران. صايب هذو ماشي هما. ادخل شوف. اونفا وقيل لقيناهم. هذو هما خويا. هذا شحال يديروا؟ 700,000 خويا. 700؟ قال لنا 700,000. 700,000 نشري بها طبيب تاع العينين وزوج بسيكولوج. عندي 56,000 وتخشى هايلي. خويا تبيع بالمرسو. صايب لو كان نقسمهم على اربعه شحال يجوا زعما؟ شحال تسقام لي؟ برابر كان تجي عبدو حط نواظر خلينا نخرجو. انا جيت خارج وقلت لعبدو حط نواظر خلينا نخرجو. تشري نواظر 700,000. قال لي اذا يبيع نواظر بالمرسو. قال لي نشرو له قص 50,000. المهم جيت خارج ندور وكنت نستنى في عبدو يجي. هذيك ديك السربيته اللي يدوها في التخوس وما حبه صابون. درت مورايا. عبدو مازال ما جاش. صاحبي وش كدير؟ صاحبي هذا يروح امبورتي صاحبي. قال لي صاحبك يروح امبورتي. قلت له سمم لي 40,000 ما حبش تسمت له يد ترقيس 40,000 شو. خوتي عبدو حيبيعوه جمله. دوك نشحنوا ليا. حيف نفسيني سواي. صاحبي قال لي نبيعك 70,000 جمله زعما نسقام نجيب مليح. هذا صاحبك دوك يروح هذا ما يبقاش هذا. صاحبي خليني حقك يبيعوني. هو ثاني خلط كسر النواظر للسيد قال له بيع لي مورسو. حيبيعوه جمله زعما واش يبيعوه مع الطباسه. عبدو شبه شوي للطبسي. المهم هنا خلاص فيديو تاعنا. نروحوا الانستغرام كالعاده تلقاو برومي كومونتير صايب وعبدو 09 ايان.